عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري ربع السنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرنامج. كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في بنك سوسايتي جنرال. وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها. هذا وقد اتخذ المجلس التوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.